باش تروح عندنا باش ما يحسبهاش عندنا شي واحد. شخ 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 الله الله غيسة ياك. اجي اخويا اجي. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة تشوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الان من جماعة عيت بوبيدمان، وبالضبط من اقليم الحاجب بدوار القور. هنا اليوم جينا عند هاد الشباب اللي اتصلوا بنا، واللي هما يعني كما كتشوفوا كيشتغلوا بيديهم من بعد سنتين ديال العمل ديال الطلبات وديال النداءات الجماعه باش انها تقاد لهم الطريق، والطريق اللي كتؤدي الى المقبره اللي كيدفنوا فيها مجموعه ديال الدواوير المحيطه هنا بهاد الجماعه. كل شيء يعني كيجيبوا الموتى ديالهم كيدفنوهم في هاد الروضه هذه. لكن كما كتشوفوا معنا فعند تساقط الامطار ومن غير هذا كاين تسربات مائيه لانابيب ديال الماء هنا بهاد الطريق هذه، فديما الحاله ديالها كتولي بهاد الحاله هذه اللي كتشوفوا مغيسه غير صالحه يعني للمرور. كما جاء على اللسان ديالهم فولاو كيشدوا يعني في بلاصه النعش كيجيبوا الميت تراكتور باش يقطعوه الطريق ويوصلوه حتى للمتوى الاخير. فهذا الشيء مؤسف للغايه. وغادي نبقاو مع الشباب ديال المنطقه وكنشوفوا هنا انهم يعني جابوا هاد الاتربه هاد الاتربه اللي هما حطوها بمساهمات شخصيه ديال بعض الناس هنايا من الساكنه اللي كيساهموا من مالهم الخاص من اجل انهم يصلحوا هاد الطريق. فهاد الشيء اللي كنشوفوا فيه دابا مديور، فهاد الشيء راه داروه العام اللي فات من مالهم الخاص، وهاد السنه عاوتاني تكلف واحد السيد ثاني من ساكن هنا بالقرب من هاد الطريق، واخا الطريق ما جايباش لدارو لكن يعني ساهم من ماله الخاص بانه جاب لهم كاميو ديال التوفنه، وهما دابا كيشتغلوا بالعضلات ديالهم باش يقادوا الطريق في غياب المسؤولين يعني المسؤولين لا الجماعيين ولا يعني ما كاين حتى شي واحد اللي يعني استقصى ولا قال اشنو واقع واللي جا على اللسان ديالهم. وهذا الشيء اللي قالوا لنا انه حتى شي واحد ما سول فيهم، زائد انه كما قالوا انه كاينه برمجه ديال انه مبرمجه هاد الطريق انها تكون عندها ميزانيه ويكون عندها مرصود لها مجموعه من الاشياء. هاد الشيء كامل مشاهدينا متابعي قناه تشوف تي في، غنخليكم مع الشباب اللي غادي يحكيوا لنا اشنو واقع بالضبط. كما كتشوفوا هذاك الجزء من الطريق اللي راه مصيب، راه هو مصيب لهيه، هما باقيين هازين معاهم البلاط ديالهم والعتالي ديالهم، يعني تبارك الله رجال يعول عليهم. شكرا لكم وتبارك الله عليكم. خويا شنو عاودوا لنا شنو واقع في هاد الجماعه وفي هاد الدوار القور بالضبط، شنو عندكم اخويا بالضبط؟ هاد الطريق هذا ديال الروضه، نعم حتى شي واحد، نعم والناس ما زعما يساهموا معنا في هاد الطريق هذه باش نربحوا نعم شويه ديال الوقت، لحقاش انا كنتكرفصوا الناس كتبغي تدفن شي واحد كتكرفص. كما جاش هذا المحسن المسمى يعلى احمد هو اللي صايب هذه الطريق هذه، كما شي هو اللي صايبها ما عمرها غتساغب، وراحنا مكرفسين بزاف. ومن القضيه ديال القوات ديال الماء هذه 4 سنين وحنا كنشكيو ما بغاوش كاع يصاوبوا لنا كاع في مره. والسلام عليكم. واخا نشوفوا الاخ الاخر اللي حتى هو يعني ملي تلاقينا معاه قال لي كنجيبوا الموتى في التراكتور، واش بصح اخويا؟ نعم الاخ كما قلتي مرحبا بك معنا على المباشر بعدا. مرحبا وشكر خاص لطاقم شوف تي في. وكما قلنا لكم هذه الطريق المؤديه للمقبره وراه عده سنوات وحنا كنعانيو، ماشي هذه المره الاولى ولا المره الثانيه. واخا نزيدو نشوفوا هاد الطريق كيفاش درتو ليها وكيفاش صوبتوها. مرحبا يعني تبارك الله عليكم، راه بدون وسائل بدون هذه راه غير وسائل. شنو داكشي ديال الدار؟ داكشي ديال الدار جايبين الدار. وكاضافه هذه هي راه ماشي غير في الفصل الشتاء اللي كنعاني ولا راه صيفا ديما هي ديما هي الفازقه ديما. نعم في الشتاء الاخر ديال المياه الامطار، وفي الصيف المياه ديال الاعطاب ديال دوك القوات ديال المياه. واش كاين شي قوات زايدين منها من التحت ولا شنو؟ نعم قوات هنا ما نغطيو هنا ما نغطيو والو كما كتشوفوا. حتى دابا راه هو باقي فيها الماء دابا، هادشي يلاه صوبتوها اليوم هادشي يلاه عاد اليوم تصاوبات وانت كتشوف. شوف
وغير بمجهوداتكم الشخصية يعني راسكم بمجهودات شخصية بدون معاونة من أي أحد. وجدير بالذكر أن الطريق هذه خرجت لها الميزانية وفرها الله أعلم. المسؤولين اللي ترشحوا هنايا ما كيبان حتى شي واحد مشى قضى العطل ديالو ولا ما نعرف فين المصلحه ديالو الشخصيه. اما هنايا الطريق راه حنا كنعانيو بزاف. تجمعنا وهذا الشيء كامل الفضل كامل كيرجع للاخ اللي عاون زعما وتقدى لكم جاب لكم تقدى كل شيء وجاب لنا الماتيريال جاب لنا هاد شفنا هذه اللي درنا هذاك الحزر العملي فيه جابو. وكاضافه بغينا المسؤولين يشوفوا في هذه الحاله هذه ديال هذا الطريق. وراه ماشي غير هذه الحاله هذه راه كنعانيو من بزاف. نعم راه سنه 2021 راه بركه البنيه التحتيه فين راهم راه كنعانيو بزاف. نعم. وماشي غير هذه الحاله هذه عندنا الفئه ديال الواد الحار ما عندناش الغالب اي واحد شنو كنستعملوا باش نخزنوا دوك المياه ديال تصرف المياه الصرف الصحي فين كنديروهم كلشي كيتقبل كيتقبل الدار عندنا ولا بحال الغربال كتحفر حفره هنا حفره ليه حفره ليه الحفره كدوز لك عام عامين كتعمر الاغلبيه اي واحد دخل الدار ديالو كتعطيك واحد الريحه راه عيب وعار 2021. الرساله اللي توجه للمسؤولين ديالكم والمنتخبين ديالكم اللي كيترأس اللي كترأس هنايا يشوف من هذه الحاله هذه ويشوفوا كيديروا يدوزوا لنا واد الحار راه حنا في 2021 بالله عليكم راعي وراه الشعب راه وصلت له العظم راه عينا ما نصبروا. والازقه الازقه مظلمه الازقه مظلمه تخاف تدوز فيهم راجل بشلاغ مو يخاف يدوز فيهم وخارج الميزانيه ديال المصابيح ديال الشوارع بالضبط في الدوار هادشي في دوار القور دوار القور ايتم حند ايتم بوبيدمان نداء من اجل اصلاح هذه القريه بالضبط هذه القريه تعاني الكثير. وشكر خاص نعم. لطاقم شوف تي في نعم اخي احنا يعني جينا اليوم باش غنسمعوكم ونسمعوا يعني شنو واقع لانه نعم. سمعنا انه هاد الطريق هذه يعني راه كيدفنوا فيها مجموعه ديال الدواوير هنا يعني نعم. وكيجيو الناس حتى كما كنقولوا حتى هذيك اللحظه الاخيره ديال انك توصلوا للقبر ديالو نعم. حتى هي كما جاء على اللسان ديالكم انه الانسان كيتكرفص كتكرفص هذيك نعم. الجثه كتكرفص يعني بتراكتور وطريق مغيسه نعم. الاسعاف ما تقدرش تدخل هنا الاسعاف كنضطروا اننا نجيبوا الجرار الجرار واش تخيل في المخيله ديالك ان الجرار كيهز الجنازه راه لا يعقل صح جايبين تراكتور عليكم بالله عليكم راه حيت كنجيبوا الا اضطر ما لقيناش الجرار كنجيبوا النعش فوق الكتيف حتى كيضرب هذاك اللي هز النعش كيضرب في الكلتا د الماء حشومه. نعم نعم اتقوا الله اتقوا الله راكم مسؤولين المسؤوليه راه ما سهلاش ولكن غادي نقول لك اخي يعني نعم. وفاش كتكون الحملات الانتخابيه وهاد الناس وهاد الوعود وهاد البرامج احسن نتوما عرفوا تختاروا شكون غادي شكون غيخدمكم شكون اللي غيعطي للمنطقه شكون اللي هز الهم ديال المنطقه. نعم يعني راه حتى المواطن كيتحمل المسؤوليه انا ما نختاروا. نعم نعم شو هذا هو المشكل اللي كنعانيو وكنطالبوا. دابا حنا كشكل هذه الفئه اللي كتهضر الفئه ديال الشباب الفئه ديال الشباب هي اللي بغات تغيير هذا التغيير التغيير نعم ديال نعم هذا المنكر نعم اللي كيوقع في الانتخابات. حنا الان واقفين على الانتخابات ما بغيناش نعاودوا نفس الخطا اللي كيتكرر مرارا وتكرارا. اللي غيجي خاصو يقنعنا خاصو يعطيك مشروع كامل بالواقع ماشي يهضر معنا في الاحلام. نعم عيش معنا خويا طبق لنا داكشي اللي كتقول ديك الساعه مرحبا غنرجع معاكم لهذه المبادره. ملي بديتوا خدامين في هذا الشيء جا عندكم شي مرشح شي منتخب؟ حتى شي مرشح كنقول لك هذا الشيء كامل الشباب فئه ديال الشباب. هز شويه الميكرو عافاك. فئه ديال الشباب هما اللي تكلفوا بكل شيء من ا حتى لزد يعني بدراعكم كتافكم ما جا لا مسؤول ما جاو لا ناس كبار ديال هذه القريه هذه هضروا معنا صاحبي راه عيب وعار هضروا على راسكم طالبوا بالحق ديالكم طالبوا بالحق ديالكم راكم كبار ما خفتي على راسك هضر على ولدك شتي راسك كبرتي انت راه مازال طالع ولدك هضر اصاحبي هضروا شويه واخا. شكرا لك اخي شكرا على هذا التصريح ديالكم. اخواني اللي غادي نقدر نقول لكم مشاهدي متابعي قناه شوف تي في فالوضعيه ديال هذا الطريق كما كنشوفوا الان والشكر كل الشكر لهذا الشباب والسيد اللي السيد اللي قام يعني هادو هما التسربات ياك هذا هو الملك كيبقى طالع دابا واخا تصاوب اللي صوبتي ما نعم تشوف معايا الا قلت لهم كيبومبيو وهما فيهم واخا حنا معاكم الان على المباشر وغادي نشوفوا هاد يعني هاد التسرب شنو مسبب لهم في هاد الطريق هادي. كما كتشوفوا فالشباب تبارك الله عليهم صلحوا هاد الطريق رون بلاصاو يعني عوضوا العمل ديال الجماعه
يعني ها هو ما محتاج لا 200 مليون لا 300 مليون لا 400 مليون والو، يعني ها هو السيد الله يجازيه بخير ساكن هنايا خاسر يعني تقريبا الله يجازيه بخير. غنعاودوا نقولوها مره اخرى كاع كاميو ديال هاد كاميو ولا جوج كاميوات كاع نقولوا ميزانيه كاع ديال 4000 درهم ولا 5000 درهم. الشباب ناضوا صلحوا الطريق وعلى الاقل داروا شي حاجه، على الاقل هما بعدا الا كانت شي وفاه ولا كانت شي حاجه ما غيبقاوش في المشكل. كما كتشوفوا تبارك الله عليهم وكنهنئوهم على هذا العمل اللي كيقوموا به هاد الشباب. وكما كنقولوا الشباب هما اللي غاديين يجي معاهم التغيير، والشباب هما اللي غاديين يخدموا ان شاء الله. لهذا راه معول عليهم في الاستحقاقات المقبله باش يخلقوا التغيير، وهذا التغيير غيتخلق في الصناديق وفي الاختيارات طبعا. نعم خويا مال هذاك الشيء؟ هذا هو الجديد. ديال اش هذا الشيء؟ ديال الطريق. فاش كانت تم تحمات الدوز كانت تم امطار الخير تتعاطل والشباب بالعزيمه ديالهم مابغاوش يسمحوا في المشكل. واخا نشوفوا فين هي، وريني البلاصه اللي كان عندك فيها اللي كان عندكم فيها المشكل. عندنا المشكل اخويا. نعم. تفضل السي حسين. اربع سنين وحنا كنعانيو من هذا الفويت هذا، ثلاثه الفويتات عندنا هنايا ما قدروش يصايبوهم. علمتوا المسؤولين؟ علمتوا؟ صونيت على السيد المدير قلتها له، قال لي ما تصونيش عليا راني مع ولادي. قلت له تسمح لي يا سعاده المدير؟ قلت له يعطونا هنا اذن صاوبوا من راسنا. عيطنا على الخدامه، عيطنا على المسؤولين. جا واحد واحد المسؤول البارح جا عندي مسكين بالله، عطاني الكلمه باش لا غدا التنين غيجي صايب هذا الشيء. وهذا الشيء اللي قالوا لي، واجي تشوف اسيدي هذا شوف هذه المشاكل اللي عندنا في هذا المعهد. ها هو ها انت شوف 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 ها انت شوف كي كيدير شوف شوف كي كيدير شوف ها انت هذا دابا هو المشكل اللي كيضيع الطريق ديال الروضه. اي لحظه تهبط، اي لحظه اللي داز عليها فياج كبين هنايا ديال فياج ديال توفنا كبينا هنايا باش عمرنا، وبالرغم من ذلك ما تسدش هذاك العقار. ماشي تسد، قرب لي الميكرو عافاك شويه باش نسمعوا الصوت ديالو. قلت لك الاخ ديالي هنايا عمرنا فياج كاميو شاحنه ديال هاد ديال توفنا ديال توفنا. نعم. وبالرغم من ذلك الثقب مازال، العطب مازال كاين، كدوز من هنايا الطوموبيل كتبغي تغرق. داك العطب اللي كاين وعينا ما نهضروا مع المسؤولين، عينا ما نهضروا مع المدير والو. وريه الاخر شويه الطفري اللي مازالين. نعم نفس الحاله اللي واقعه تما، نفس الحاله اللي كاينه هنا، نفس الحاله اللي كاينه ليه. نعم نعم. يعني والان شنو هو المطلب ديالكم اللي ممكن توجهوه والنداء ديالك اللي غتوجهوا للساكنه باش حتى هي يعني اليوم انتم نطتوا انتم الحمد لله، هو لقاكم دواركم، ها هو لقاكم انتم، ها انتم كاينين. نعم. نطتوا ها هي يعني ها هي ها هي. نعم ها انت انا مشيت فوق من هذه بعدا هبطات بيا. نعم ها. شو رجلي كي كتدخل ها؟ عندك 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 هرب 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 على اخويا. كما قلت كما سمعتونا مشاهدينا، فاليوم احنا مع هاد الشباب والحمد لله اللي دواركم لقاكم، وانتم نطوا يعني بالسواعد ديالكم وبالطاقه ديالكم وبجهدكم وبالمعاونه ديال هاد السيد الله يجازيه بخير السي احمد. ها هي عاوتاني واحده اخرى. نعم هي اخرى. نعم وانا غنبقى غادي نحسن. كما قلت لكم فالشكر لكم الموصول، ولكن غنبغيو الرساله ديالكم اللي غتبغيو تقولوا للساكنه ديال دوار القور والساكنه عامه، توجه الرساله ديالكم كشباب المغاربه والناس اللي كيسكنوا معاكم هنايا باش نبدلوا كما قلتي هذا الوضع اللي نتوما فيه، ونعطيو للمسؤولين انهم يعرفوا انهم كيتعاملوا مع ناس يحترموا يحترموا الانسانيه ديالهم ويحترموا الكلمه ديالهم معاهم. نعم. احنا كرساله من هاد الشباب، رساله لكافه ساكنات القر، انكم غيروا، عرفوا على من كتصوتوا، عرفوا على من كتصوتوا، راه ما بقيناش غادي نصبروا على هاد الحاله اللي راحنا فيها. راه كيما هذا طلع ودار لنا هاد الخدمه هذه، غادي يجي واحد اخر يدير نفس الخدمه. شحال من عام دابا وانتم كتسناو في هاد الطريق تصاوب؟ شحال دابا؟ 20 عام. وراه حلم هذا. 20 عام. حلم كيبقى حلم عندنا حنايا هذا. شي حاجه اللي شوف شي حاجه اللي من اذا والديكم واقيلا كانوا كيطالبوا بها تما. ما كيطالبوش، نهضروا صراحه والديكم ما كاينش. يا ربي يكبرك. هذا نداء، هذا نداء لكاع هاد الساكنه ديال القور، هضروا على حقكم، هضروا على حقكم، راه الحق ديالكم هذا. الخوف ما كاينش الخوف، لان انت اللي صوتتي عليه، انت اللي رديتيه رئيس، انت عزلتيه، انت اللي عطيتيه السلطه. فوالا. نعم انت عطيتيه الصوت ديالك. نعم. الا عطيتي الصوت ديالك خصو يكون يلتزم ويربطوا المسؤوليه بالمحاسبه. طبعا ما غاديش يعطيك شي حاجه من جيبه، راه حق هذاك خصو يوصلو، هذاك هو العمل ديالو.
شكرا لك، شكرا لك اخي. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، كما تبعتوا معنا الان ومن من جماعه ايس بوبيدمان وبالضبط من دوار القور، هاد الشباب اليوم كان يعني كنشكرهم وكل التقدير لهم على هاد يعني هاد الجهد الكبير اللي قاموا به لاصلاح هاد الارض هادي، اسمح لنا خويا، واصلاح هاد الطريق هادي ويصلحوا هاد الممر. فشوفوا يعني تقريبا يعني الطول ديال الممر على طول يعني المؤدي الى الروضه اللي هي يعني مكان مقدس عند يعني راه بيت الله هذاك. هما على الاقل يعني الله يجازيهم بخير والله يحسب لهم في الاجر، يعني هذا اجر كبير اللي داروه. فتحيه للشباب ديال المغرب واللي هما ان شاء الله غادي يكونوا هما اللي غيرفعوا المشعل وغيكونوا ان شاء الله يعني يعني السواعد اللي غادي تنمي بلادنا وغتزيد وتغير هاد المفهوم وهاد العقليات اللي متصلبه عند مسؤولينا. الله يهديكم علينا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. بهذا نكون قد استوفينا يعني مواد هذا البث المباشر. نشكركم على التفاعل ديالكم معنا ومتابعتكم لهذا المباشر. كما كتشوفوا فالناس باقي يعني كيبعدوا الماء على الطريق على الاقل باش اللي بغى يدوز ما يلقاش هذا المشكل هذا، لانه حتى ذاك الماء اللي كيبقى كيخلق واحد يعني كتهبط الارض كتبقى غاده وكترطب. نعم، بهذا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في من هنا من اقليم الحاجب استودعكم. الاخ ديالي غادي نقاطعك. نعم، هكا كانت هاد الطريق هادي هكا كانت هي طراب حمر. نعم، وبهذا الشيء باش صوبتوها انتم دابا تا ولات بحال هكا. تبارك الله عليكم اخويا والله يجازيكم بخير، وهذه يعني كتدل على انكم يعني الاصل الطيب وولاد البلاد ويعول عليكم تبارك الله. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، كما كتشوفوا هاد الجماعه ديال الشباب اللي قدامي، هاد السواعد يعني اللي كتساهم في بناء بلادها، وعلى الاقل ها هي طريق اليوم ديال الروضه. غدا غادي نلقاوهم ولكن راه ما عندهمش امكانيات باش غيصوبوا لنا سبيطار، ما عندهمش امكانيات باش غيحفروا لنا ترونشي ويصوبوا لنا الواد الحار. راه غير شباب، راه مساهمين بهذاك الشيء اللي قدر الله، بهذاك الشيء اللي عطاهم كما كتشوف بلا عتله. فالمسؤول حنا ما كنديروش لك هاد الفيديوهات ولا كنديروا هاد المباشر باش تجلس في قهوه وتفرج انت وصحابك فينا وتشوفنا شنو كنديروا في المباشر وتبقى حاضي عباد الله. انوض اخويا شمر على كتافك ونوض بين الخدمه للناس المنتخبين، راه الناس اللي داروكم في هذاك المناصب، نوضوا خدموا مع الناس الله يجازيكم بخير. حنا راه ما كنعيروا حد، ما كنأنبوا حد، ولكن كنقولوا لكم نوضوا خدموا مع الناس. حنا جينا اليوم باش نوصلوا الصوت ديال هاد الشباب اللي كنتمناو انهم في المستقبل لقاو عندهم ماشي هاد ماشي هاد المشاكل هادي، لقاو عندهم اهتمامات اخرى، ماشي الاهتمام ديالو هو طريق. راه شاب وحنا في 2021 خاصها تكون اهتمامات كبار من هاد الشيء اللي كنشوفوا فيه دابا، ماشي باقي مضارب مع بوخرارب ومع طريق. مشاهدي متابعي قناه شوف تي في، كنتم معنا من جماعه ايس بوبيدمان على قولة الله اكبر. أذان المغرب من هنا من إقليم الحاجب أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء. الشباب كيوجهوا واحد تحية لقناة شوف تي في، وتحية الحضور الكريم. الشباب كيوجهوا واحد تحية لقناة شوف تي في والمشاهدين الكرام ديال قناة شوف تي في، وكيوجهوا واحد الشكر خاص وشكر كبير للسيد حمدي على اللي قام بالإصلاحات الكاملة، وشكرا والسلام.